الرئيس السيسي يهنئ هيئة الشرطة بمناسبة عيدها 72 ويؤكد دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. الداخلية تعلن الإفراج عن 4187 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. مجازر قوات الاحتلال تتواصل في غزة بقصف فلسطينيين أثناء استلامهم المساعدات، ومحكمة العدل الدولية تصدر قرارها غدا بشأن إسرائيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. وخلال كلمته في احتفالية الذكرى 72 لعيد الشرطة، أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا. نحتفل اليوم الذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمناً غالياً من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكاً منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية، وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل. شدد الرئيس السيسي على ثقته في أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها، وجدد الرئيس السيسي التهنئة لهيئة الشرطة مشيرا إلى دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر، وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعاً ستبقى شرفاً يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له.
أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. وختاماً، وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها، وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وأؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الذي يذكرنا بأمجاد وبطولات رجالها. ووجهت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التحية لأمهات الشهداء التي قدمنا أغلى ما لديهن ليحيى الوطن في أمن وأمان. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاماً تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن تعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل. الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم بعد فحص ملفاتهم من قبل لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية للتأكد من توافر شروط العفو، وفي أجواء احتفالية بدأ تنفيذ القرار الجمهوري بالإفراج عنهم. نشكر الرئيس على عفو 25 يناير، وإن شاء الله تبقى بداية جديدة لينا. أنا فرحان بالعفو اللي ربنا كرمنا فيه وكرم من عند ربنا، ومبسوط ان انا اروح لعيالي وربنا يخلي لنا الرئيس. فرحانه قوي النهارده، اتفاجئت ان ندموا عليا بالعفو، الحمد لله. بشكر سياده الرئيس، بشكره قوي 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 على الحاجات الجميله اللي عملها، حاجات كويسه لينا جدا. العفو ده النهارده ان هو رجعنا لبيوتنا ورجعنا لاهالينا واولادنا تاني، دي حاجه جميله قوي قوي. العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل هو فرصه لمن تنطبق عليهم شروط العفو لبدايه حياه جديده، خاصه مع ما توفره هذه المراكز من برامج إصلاحية وتأهيلية متطورة تسهم في تقويم سلوكياتهم وإكسابهم حرفة مناسبة، مع توفير رعاية صحية واجتماعية وتعليمية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية. أنا فرحان إن أنا يعني الحمد لله ربنا كرمني في العفو دوت، وبأمر الله هبدأ بداية جديدة. إحنا اتعلمنا هنا حاجات حلوة وهنطلع نعمل بيها بره إن شاء الله. مبسوطين بالعفو الرئاسي الحمد لله، ومبسوطين جدا والحمد لله يا فندم. احنا اتعلمنا هنا برضو، اتعلمنا مهنة الحمد لله، ناكل منها عيش، مهنة شريفة الحمد لله. يعني على كل حال اتعلمت حرفة المخبز، ان انا عجان بعجن بعمل عيش، ودي صنعة اقدر اكل منها عيش في الشارع. بشكر الرئيس على العفو عشان هرجع لعيالي وابدأ حياة جديدة. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش،
هقدر على الحمل التقيل. امتزجت فرحة المفرج عنهم مع فرحة ذويهم الذين استقبلوهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة جديدة للحياة. أنا فرحانة إن ابني طالع النهاردة وعدي يوم عيد ويادي اليوم الهني، وبشكر سيادة الرئيس وبشكركم كلكم، وانتم نورتوا مصر كلها وكل سنة وانتم طيبين. ما كنتش متوقع ان هو يخرج بصراحة. اللهم لك الحمد والف شكر يا رب، وربنا يفرح الجميع زينا. يا رب خليك يا ريس ويصلح حالك ويعليك اللي انت طلعت لنا عيالنا النهاردة يا رب يا رب. احنا بنحب الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا، وعلى العفو الرئاسي اللي عمله لنا النهاردة، وبنهنيه على ايد الشرطة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو طلع ابننا في العفو ويعيش السيسي. نقلة نوعية وإنسانية أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل في الإصلاح والرعاية المقدمة للنزلاء، وهو ما ينعكس على سلوك المفرج عنهم، فهم على استعداد تام للاندماج في المجتمع والبداية من جديد. حياة جديدة للمفرج عنهم أتاحها القرار الرئاسي بالإفراج بالعفو عنهم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، فهم على أتم الاستعداد للاندماج في المجتمع، معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تطبق فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووفقا للبرامج الإصلاحية والتأهيلية المتطورة التي تراعي هذه المعايير، إضافة إلى المعايير الوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وبمناسبة عيد الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين. هذا وقد أشاد المواطنون باللفتة التي قامت بها وزارة الداخلية مثنين على دور أفراد الشرطة في خدمة المجتمع. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولدها أبطال وتاريخ. تحتفل مصر بعيد الشرطة 72، والذي يجسد قيم التضحية والفداء وتلاحم الشرطة مع الشعب لحماية أمنه وترابه واستقلاله. ولأنه عيد لكل المصريين، فقد حرص رجال الشرطة على اصطحاب طلبة عدد من المدارس في حافلة مكشوفة تجوب شوارع وميادين القاهرة، تنثر الفرحة والبهجة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة. أنا سوري بقالي 11 سنة في البلد دي، فضلتوا على نفسنا في الأمن والأمان وكل حاجة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكركم جدا على مدى السنين اللي فاتت كلها، وانتوا واقفين في ظهر الشعب وبتحافظوا على الأمن والأمان. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة تضمنت نزول رجال الشرطة بأنحاء الوطن إلى الشوارع والميادين للاحتفال مع المواطنين بهذا الحدث الوطني الذي يعد علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث. تهنئة متبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة الذين أهدوهم ورودا وهدايا بهذه المناسبة الخالدة في الذاكرة الوطنية، مع كلمات الشكر التي تعكس التقدير الكبير للدور الوطني للشرطة المصرية عبر العصور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار. وإحنا مبسوطين بالأمن والأمان اللي رحنا رجعنا فيه، ووجودكم في الشارع أكبر رسالة للأمن والأمان اللي احنا وصلنا له. شكرا ليكوا على الأمان اللي احنا شايفينه في المحافظة. كل حضرتك خير. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنسني طبعا. المصريين لما يحبوها كان بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال والضيوف الوعد. لوحة وطنية تشهدها الشوارع والميادين احتفالا بعيد الشرطة تزينها الفرحة الكبيرة على وجوه الجميع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي يأتي الاحتفال بها كل عام، ليذكر الجميع بمدى التلاحم الوطني بين الشرطة والشعب المصري العظيم. تحيا مصر وتحيا الشرطة المصرية، وكل سنة هم طيبين ومصر كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. المصريين لما يحبوها كان بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال والضيوف الوعد، واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلاقي.
سنه وانتم طيبين جميعا على المجهود المبذول ده، وحاجه يعني ما فيش بعد كده والله. ربنا يوفقكم دايما ونبقى في حمى الله وحماكم. حبيبنا رئيسنا السيسي، احنا بنقول لك كل الشكر وكل التقدير وكل الحب. نظمت محافظة شمال سيناء احتفالية فنية بمناسبة العيد 72 للشرطة لتأكيد على دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والتضحيات التي قدموها خاصة على أرض الفيروز التي عادت لها الحياة من جديد. تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يحكي ويجسد بطولات رجال الشرطة خلال الفترة الماضية، بالإضافة لبعض الفقرات الفنية، فضلا عن تكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا للدور الكبير لرجال الشرطة في استعادة الأمن والأمان والخدمات التي يقدمونها. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلع نطرحهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر تواصل الغارات على أنحاء قطاع غزة لليوم 11 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي، حيث استهدفت قوات الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال بخان يونس مجمع ناصر الطبي ومدرسة تأوي النازحين. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا القطاع إلى 25,900 شهيد وأكثر من 64,000 مصاب، فضلا عن نحو 8,000 مفقود تحت أنقاض المنازل المهدمة. هذا وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية ورصاص حي بشكل كثيف صوب فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات عليهم في مدينة غزة. وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين جراء تلك المذبحة المروعة. إطلاق النار على المواطنين بعد استلامهم المساعدات الإنسانية شمال القطاع في حي الزيتون. هذه أصوات إطلاق النار، وهذه هي المشاهد، هذه هي المشاهد لإطلاق النار على المواطنين أثناء استلامهم للمساعدات الإنسانية على مفطر الكويت في حي الزيتون. هذه أصوات إطلاق النار الآن. في الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة خاصة في محور خان يونس. هذا وأعلنت حركة حماس عن تمكنها من تدمير 68 آلية عسكرية خلال الأسبوع الماضي، وإسقاط طائرتي استطلاع من دون طيار، والاستيلاء على 8 طائرات أخرى. كما أعلنت حركة حماس عن تنفيذ 57 مهمة نوعية أسفرت عن إيقاع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. كما أكدت حماس تمكنها من نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في القوات الإسرائيلية المتوغلة، فضلا عن قصف عدد من التحشات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور.
وإلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية بير الباشا جنوبي جنين. أوضحت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية ودهمت منزله بعد محاصرته واغتلته من مسافة صفر بوابل من الرصاص. وفي لبنان، أفاد حزب الله بأن مقاوميه قد استهدفوا بالصواريخ موقع جل العلام العسكري جنوبي لبنان، ذلك بعد دقائق من إعلان الحزب عن استهداف موقع رادار تابع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة. وأضاف حزب الله أن مقاوميه حققوا إصابات مباشرة، وتم ذلك بعدما حلق طيران الاحتلال الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور في الجنوب اللبناني. صرح وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي بأن قمة السلام بالقاهرة كانت من أوائل التجمعات السياسية التي حاولت وضع خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية. وخلال حديث للتلفزيون المصري، أكد إيدي أن بلاده تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم حلول طويلة الأجل تقوم على مبدأ حل الدولتين، مشددا على أنه يجب التصرف بسرعة لوقف المعاناة التي يشهدها الفلسطينيون بتسهيل دخول المزيد من المساعدات. أنني حضرت قمة القاهرة للسلام، وتمثل قمة القاهرة للسلام كانت من أوائل التجمعات السياسية التي بدأت ونفذت تمهيدا لحل هذه المشكلة. وكذلك حضر ورأس هذه القمة رئيس السيسي، وحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري. كنا نحاول أن نضع خارطة طريق شاملة، وبالفعل بدأت جهود التطبيع فيما بين بعض البلدان العربية مع الجانب الإسرائيلي تمهيدا لحل الدولتين وإقامة حل الدولتين والخروج بمخرجات طويلة الأجل. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعواته لإسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين بعد القصف الذي طال ملجأ للأمم المتحدة في غزة وأدنته واشنطن. تصريحات بلينكن تأتي على خلفية القصف المدفعي الذي طال ملجأ تابعا للأمم المتحدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا، حيث أضاف أنهم جددوا تأكيد ذلك لحكومة إسرائيل وأنهم يحققون في هذا الحادث كما يجب وكما هو مناسب، دون أن يشير إلى مستوى المحادثات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن. أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي بيانا أكد مجددا عن دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا بدعم حل تفاوضي للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم. ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم غدا الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة. وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها يوم 26 من يناير. ورجح مسؤولون في جنوب أفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في القطاع.
تجمعت مجموعة من الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم للاحتجاج على إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتظهر بيانات وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أن أقل من 200 شاحنة تدخل غزة يومياً. تفقد محافظ شمال سيناء محمد شوشة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في عمارات السبيل، وهي الوحدات السكنية التي خصصتها المحافظة للمصابين والجرحى ومرافقيهم والعالقين. كما تم تفقد الخدمات الإنسانية والنفسية التي تقدم لهم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري، وتعهد بتوفير كل الخدمات التي يحتاجونها. جاهزية العمارة رقم 37 كبداية لاستقبال الإخوة الفلسطينيين العالقين داخل محافظة شمال سيناء، وبالفعل تم تسكينهم وإنشاء مطبخ لتقديم الوجبات على مدار الساعة. كان عندنا الأول عمارتين في السبيل 37 و39 بإجمالي 320 فلسطيني من مختلف الأعمار، مصابين، مرضى، عالقين. فيصبح عندنا أربع عمارات بست، العمارة ست أدوار، الدور أربع أشواق بإجمالي 96 شقة. بنوفر عيادة طبية للكشف بشكل دائم يومي، وبنوفر من خلالها الأدوية لتفادي أي مشاكل تحصل لهم، وبنوفر زي حضانة ومكان للحماية وتقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين الموجودين. حقيقة دور مصر العظيم، فخامة الرئيس وتعليماته من بداية الأحداث وتأكيده على دور الهلال الأحمر الفلسطيني كان واضح جدا. كل الدعم ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني على مدار 40 و50 عام يتجلى في كل، للأسف في كل أزمة وفي كل كارثة. لم تتوانى مصر، لا حكومة ولا شعب ولا مؤسسات، عن دعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني. نتوقع كل الدول العربية يعني تتنافس مع مصر، مش بس يعني ليبيا عشان هي أقرب حتة ليها، لا بالعكس كل الدول العربية عايزينها تتنافس. احنا شايفين شغل كبير، يعني انا بقالي 30 سنة شغال في العمل الإنساني، اول مرة الاقي ناس مهجرين او مصابين من حرب في شقة. بداية أنا لما انطلقت من قطاع غزة للعلاج في الخارج ما كنت أعرف أن أنا نازل جمهورية مصر العربية أو أي دولة تانية، كنا أنه على أساس تحويلة للخارج للعلاج. طبعا بنتي فقدت عينها، هي بنت أختي يعني بنت سلفي كمان، أنا مرت عمها كمان فقدت عينها، وانطلقت مباشرة، بلغوني أن أنت لازم تسافري للعلاج. مجرد وصلت العبور المصري، المعبر المصري، الحمد لله رب العالمين، طاقم للأمانة يشكر على جميع الخدمات. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. واشنطن تبدي استعدادها لبدء محادثات مع بغداد بشأن إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. بحثت هيئة قناة السويس مع منظمة البحرية الدولية تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر. وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الملاحة بالقناة مستمرة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة، مضيفا أن الهيئة تستمر في التواصل مع العملاء والعمل على دعمهم بتقديم خدمات جديدة لم تقدم من قبل. من جهته شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن المنظمة تدعم حرية الملاحة وتدعو إلى التهدئة في منطقة البحر الأحمر، كما أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لقناة السويس، مشيرا إلى أن الملاحة بقناة السويس ما زالت مفتوحة أمام الجميع، لا سيما في ظل التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.
أكدت القوات الحوثي اليمنية أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة. وأضافت قوات الحوثي أن اليمن سيواصل من عملياته حتى وصول الغذاء والدواء إلى سكان القطاع، محذرة من أن التصعيد الأمريكي والبريطاني مؤخرا ستكون له نتائج عكسية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بتحويل مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة BHP مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر. ويأتي ذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة على خلفية استهداف قوات الحوثي للسفن التجارية الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل. في السياق ذاته أعلنت شركة نقلات النفط الكويتية عن مواصلتها مراقبة وتقييم الوضع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، مؤكدة تطبيق التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد وواشنطن ستطلقان محادثات من شأنها أن تؤدي إلى صياغة جدول زمني محدد يؤطر مدة وجود التحالف الدولي في العراق. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدء انطلاق اجتماعات فرق العمل بين البلدين في الأيام المقبلة. في رسالة أمريكية إلى العراق تكشفت ملامح إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وهي خطوة في عملية تعثرت بسبب الحرب في قطاع غزة. واشنطن وبغداد بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري. تلك كانت فحوى الرسالة التي سلمتها السفيرة الأمريكية بالعراق ألينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. الولايات المتحدة نقلت إلى الحكومة العراقية استعدادها لبدء المحادثات التي قد تستغرق عدة أشهر. وبدورها ذكرت الخارجية العراقية أنه جرى تسلم رسالة مهمة وأن رئيس الوزراء سيدرسها بعناية. وإلى جانب قوات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي يوجد 2500 عسكري أمريكي، ويتعرض وجود تلك المهمة في العراق لضغوط متزايدة، خاصة بعد أن شهد العراق تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين فصائل مسلحة والقوات الأمريكية منذ اندلاع العدوان على غزة. وحمل العنف المتصاعد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الدعوة إلى سرعة خروج قوات التحالف عبر المفاوضات، وهي عملية كانت على وشك الانطلاق منذ العام الماضي، لكن الحرب في غزة أدت إلى تعثرها. غزة كانت أيضا رقما في معادلة تغيير أولويات واشنطن في المنطقة، حيث ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من سوريا. وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة، قالت أربعة مصادر داخل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن البيت الأبيض لم يعد مهتما بمواصلة المهمة التي يرى أنها غير ضرورية. وأوردت الصحيفة أنه يجب أن يكون هناك قلق كبير من أن الأحداث في الشرق الأوسط قد تنطوي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا. استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة الأمين العام لجمعية الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي أعقاب اللقاء أكد أبو الغيط أنه سيتم البدء في عملية الإعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها بالبحرين في 16 من مايو المقبل. كما أوضح أبو الغيط أن اللقاء مع ملك البحرين كان ثريا وتطرق إلى مجمل الأوضاع العربية وبخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيرها على الإقليمية. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتحضير للحرب مع كوريا الشمالية. وخلال مؤتمر صحفي أضاف لافروف أن التكتل العسكري الجديد الذي شكلته الولايات المتحدة يعمل على تعزيز النشاط العسكري وإجراءات تدريبات واسعة النطاق في المنطقة، لافتا إلى أن تطوير التعاون بين الدول الثلاث يشمل مسألة الأسلحة النووية. من جانبها وصفت الولايات
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريباتها العسكرية المشتركة بأنها دفاعية بطبيعتها وضرورية لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت أول تجربة طيران لصاروخ كروز جديد قادر على حمل رؤوس نووية في إطار توسيع قدراتها العسكرية في مواجهة التوترات المتفاقمة مع الولايات المتحدة وأيضا الجيران. فترات الهدوء الحذر في شبه الجزيرة الكورية تتقلص يوما بعد يوم، فقد أثار إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز الاستراتيجية العابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر أثار عاصفة جديدة بين العاصمتين الآسيويتين. وأعلنت بيونغ يانغ أن هذه الخطوة الأخيرة جاءت لاختبار جيل جديد من الصواريخ، وأن هذا لا يشكل أي تهديد على دول الجوار ولا علاقة له بالوضع الإقليمي. وعلى عكس الصواريخ البالستية، فإن تجارب الصواريخ العابرة للقارات ليست محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة الحالية على بيونغ يانغ. وعمدت بيونغ يانغ إلى تسريع تجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك تجارب ما أسمته بنظام الأسلحة النووية تحت الماء وصاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت. ويأتي الإطلاق الأخير في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية تدريبات لعشرة أيام على تسلل القوات الخاصة قبالة سواحلها الشرقية في ضوء الأوضاع الأمنية الخطيرة مع كوريا الشمالية. وشهدت الأشهر الأخيرة تدهورا حادا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلى الجانبان عن اتفاقيات رئيسية للحد من التوتر وعمدا إلى تعزيز الأمن على الحدود وتنظيم تدريبات بالذخيرة الحية. أعربت قرينة ولي العهد النرويجي ميتا ماريت عن امتنانها الشديد لمصر لاختيارها مملكة النرويج كضيفة شرف لمعرض الكتاب الذي يعد حدثا هاما وكبيرا يشعر المصريين بالفخر تجاهه. وحول العلاقات المصرية النرويجية أكدت ماريت أن النرويج تتمتع بعلاقات طيبة جدا مع مصر وأنها تثمن جهود الحكومة المصرية في إجلاء الرعايا النرويجيين في غزة. نشعر بالامتنان الشديد لمصر لاختيارها مملكة النرويج كضيفة شرف للمهرجان، وكما أرى فإن معرض الكتاب حدث هام وكبير، وبالتأكيد يشعر المصريون بالفخر لوجود مثل تلك الفعالية في بلادهم. الحقيقة أن النرويج تتمتع بعلاقة طيبة جدا مع مصر، ونوجه الشكر للحكومة المصرية لمساعدتنا في إجلاء رعايا النرويج في غزة، ونثمن الجهود المصرية لتسهيل عملية الإجلاء. هذا ويواصل معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55 فتح أبوابه للجمهور بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع 5. وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة، وتقام الفعاليات حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. السنة دي تطور كبير في المعرض وفي حضور كبير من الزائرين، في تنوع كبير. احنا هنا في صاله 3 دور نشر عربيه متميزه، كتب مختلفه بتناسب جميع الفئات. انتهز هذه الفرصه لاعبر عن امتناني لمعرض القاهره الدولي للكتاب. نحن في مهرجان سنوي حافل بكل انواع الكتب، اعتز دائما نعتبر بمثابة حجز سنوي نأتيه من بلداننا لنلتقي فيه، نتعرف على أهم مصادر من كتب وأهم مثقفين، نحضر محاضرات. في الحقيقة نشكر الهيئة العامة للكتاب هنا بالقاهرة بمصر بلد العلم والعلماء، يعني هناك إصدارات جديدة دائما، يعني نرى إصدارات جديدة في المعرض في القاهرة، وكذلك في حسن التنظيم والتواصل. يعني في الحقيقة الجهة المنظمة
قدمت لنا كل ما نحتاج إليه في هذه المشاركة. المعرض جميل وفيه كتب من كل الدول وكتب جميلة ومتوفرة في كل من كل حتة يعني. أكون حريصة أن كل سنة أكون متواجدة في معرض كتاب، بنشوف الكتب الروايات كل سنة مختلفة إزاي، التنظيم بشكل أكبر. يعني أكتر حاجة كانت جذبت انتباهي السنة دي في أول أيام معرض الكتاب هي توافد جنسيات مختلفة من جميع، يعني نقول من جميع البلدان بشكل كبير جدا. شهد محافظ البحر الأحمر افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الغردقة ضمن خطة المشروعات التي أعلنت المحافظة احتضانها خلال احتفالات العيد القومي. يأتي ذلك تماشيا مع عمليات التحول الرقمي وتطبيقها بجميع مدن المحافظة. بدأ التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بجميع مدن المحافظة اليوم، حيث تساعد المنظومة في عمليات التحول الرقمي وإنهاء كافة إجراءات المواطنين بسهولة وسرعة من خلال مراكز خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية. ضمن أنشطة مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمة الاجتماعية المرحلة الثانية من مؤتمر صغار المزارعين بقرية البيضية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وتم خلاله التركيز على مبادرة إزرع والتوعية بمحصول القمح والمعاملات الأولية وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن وتنفيذ مدارس حقلية وزيارات دعم فني للمزارعين والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح، والعمل كذلك على كيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح، ثم الاستماع إلى المزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة التساؤلات والمشكلات والاستفادة من المبادرة. المبادرة بتقدم عدة تدخلات أخرى غير التقاوي، بنقدم مدارس حقلية للمزارع، بنقدم طبعا التوعية الشاملة، بنقدم الدعم الفني والمخصبات. احنا النهاردة مع الاستشاريين المسؤولين من وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية بنقدم ندوة حول الري مقاومة الحشائش، كل التدخلات اللي بيحتاجها القمح عشان نقدر نوصل لأفضل إنتاجية. مبادرة إزرع إحدى المبادرات القومية الهامة اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقوم بتنفيذها الهيئة القبطية الإنجيلية، مستهدف 500,000 مزارع بإجمالي مساحة 1,000,000 فدان، وإحنا النهاردة في محافظة إسماعيلية في إحدى اللقاءات التوعوية للمزارعين بنوعيهم بأهمية محصول القمح. الدولة مهتمة جدا بأن الفلاح يكون على قدر المسؤولية في أن هو زي ما الدولة وقفت جنبه هو كمان يقف جنب الدولة في الفترة العصيبة اللي بتمر بها البلاد دلوقتي، وأن احنا الحمد لله رب العالمين كفلاحين الإسماعيلية على استعداد تام للوقوف بجانب الدولة المصرية. استفدت من مبادرة الريس إزرع اللي بتنفذها الهيئة الإنجليزية، يعني خدت 3 شكاير صامب جيزة 171 بنص التكلفة. مبادرة كويسة، التجاوي كويسة 100 100، نسبة إنتاج إنبات 100 100.
نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية كفر حسان بمركز سمن نود بالمحافظة. شهدت القافلة توقيع كشف الطبي على نحو 978 حالة من خلال 12 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 73 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. كما تم إجراء اختبارات محو الأمية ل15 مواطنا، وقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيفا صحيا لأهالي القرية حول مرض السكر والضغط وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها وصحة الأم وحديث الولادة. وعن أخبار المال والأعمال نتوجه فيها إلى الزميل محمد عبد الله ومعه التفاصيل. شكرا إلهام وشكرا حكمة. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناديق الاستثماري في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وإدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب. وأشار مدبولي إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، ويأتي إطلاق هذه الصناديق في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى. على هامش فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، أشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي التي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا التي تتمثل في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي مارغريت فيستير لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33% مقارنة بعام 2020. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع رئيسة بنك التنمية الجديدة التابع لمنظمة بريكس ديلما روسيف لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة 17 من المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ. وأوضحت وزيرة التخطيط أن صادرات مصر إلى دول بريكس ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، ومشيرة إلى أن مصر تمتلك 11,960 سهماً مشتركاً برأس مال مشترك بقيمة 1.196 مليون يورو تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك التنمية الجديد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% لتسجل 80 دولارا و95 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.21% لتسجل 76 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتسجل دولارين و7 سنتات للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 27% لتسجل دولارين و6 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستينا ليغارد من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم مجدداً. وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصاً في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية. سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وأفادت وزارة التجارة بأن أكبر اقتصاد في العالم سجل معدلاً سنوياً للنمو بلغ 3.3% في الربع الأخير، مدفوعاً بسوق توظيف قوي وإنفاق المستهلكين. ورفع ذلك النمو على مدى العام بأكمله إلى 2.5% في تحسن عن عام 2022. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى إلهام وحكمة. شكرا لك محمد عبد الله. تواصل مصر المشاركة في المعرض الدولي للسياحة والسفر في دورته 44، والذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد حتى 28 من يناير الجاري. وقد حظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات المعرض، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح. يعد هذا المعرض ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية، كما تعتبر السوق الإسبانية بالنسبة للسياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الرئيسية والمستهدفة. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية. مرة ثانية نذهب إلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا حكمة وشكرا الإلهام. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. غادر لاعب منتخب مصر إمام عاشور المستشفى عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ. ووصل إمام عاشور إلى فندق إقامة المنتخب المصري بأبيجان بعد خروجه من المستشفى، وهذا يستعد المنتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد القادم في دور 16 بكأس الأمم الإفريقية رقم 34 التي تستضيفها كوتوفوار. تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور النهائي لبطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث، والتي تقام حتى 27 من يناير الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في 2024. يشارك في البطولة نحو 500 فرد بواقع 167 لاعباً و140 لاعبة و140 مدرباً وإدارياً ورؤساء الوفود بمشاركة 36 دولة في البطولة. فاز منتخب مصر لكرة اليد على تونس بنتيجة 30-25 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر حتى 27 من يناير الجاري. بهذا الفوز تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية، وكان منتخب مصر صعد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على أنغولا، بينما تأهل منتخب تونس على حساب غينيا. تأهل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم إلى دور 16 لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر عقب فوزه على نظيره الأردني المتأهل سلفا للدور القادم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الخامسة بدور المجموعات للبطولة القارية. بتلك النتيجة تتأهل المنتخبات الثلاث البحرين وكوريا الجنوبية والأردن إلى دور 16 من بطولة كأس آسيا في انتظار ما ستصفر عنه نتائج مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة السادسة في وقت لاحق اليوم.
نهاية أخبار الرياضة، عود من جديد إلى حكمة وإلهام. شكرا لك يا محمد عبد الله. طورت شركة صينية علاجا جينيا تمكن من إعادة السمع إلى أطفال يعانون صمما خلقيا حادا وناجم عن طفرات في جين معين يعرف بـ OTOF أو أوتوفيرلين. وشهد الأطفال تحسنا في السمع بعد 6 أشهر من العلاج، كما أكدت الشركة أن 5 من بين 6 أطفال صغار يعانون الصمم الحاد شهدوا تحسنا في حاسة السمع، فضلا عن تحسن في التعرف على الكلام بعد 6 أشهر من القدوع للعلاج الذي طورته الشركة الصينية. أما عن أخبار الطقس، نعود مرة ثالثة وأخيرة إلى محمد عبد الله، تفضل. شكرا لها وشكرا حكمت. إلى أخبار الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأحيان. وفي مائل بنان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 19-13، الإسكندرية 18-12، مطروح 17-11، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-11، إلى السويس 20-12، العريش 20-11، طابة 20-12، شرم الشيخ 22-14، والغردقة 22-13، إلى الأقصر 20-9، أسوان 21-11، الوادي الجديد 21-8، شلاتين 23-15، وحلايب 19-16. والآن نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
ولن نترككم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يهنئ هيئة الشرطة بمناسبة عيدها 72 ويؤكد على دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. الداخلية تعلن الإفراج عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. مجازر قوات الاحتلال تتواصل في غزة بقصف فلسطينيين أثناء استلامهم المساعدات، والمحكمة الدولية تصدر قرارها غدا بشأن إسرائيل. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن يبقى هواء التاسعة مستمر. وشفك المنيري، مساء الخير يا شفك. مساء الخير يا إلهام، ومساء الخير يا حكمة. كل سنة وانتم طيبين. عيد الشرطة، واحنا كده يعني كسيدات يعني وفتيات وأنسات، ببقى سعيدة جدا لما تكون المرأة الحقيقة قدرت تبقى موجودة كمان في الشرطة بشكل كبير، وبقت موجودة في مواقع مختلفة الحقيقة. أكيد. والمرأة عموما مش بس المرأة، حاسمة وحازمة وصارمة، فما فيش مشكلة تواجدها. قد تكون أكثر حسما وحزما من الرجال. صحيح. للأسف يعني الواحد بيقول كده فعلا، بس هو ده. بس خدي بالك، لاحظي ان المخرج راجل، وكل اللي حواليه مش عاجبه الكلام، زمايلنا من الرجال. نطلع بقى بخير، نطلع الهوا بخير. بس هو الحقيقه وجودها مهم جدا في بعض المواقع الشرطيه، يعني لا غنى عنه، يعني ده طبعا اضافه لدور المراه في كافه المجالات في مصر. حتى وان كانت المراه جميله، ايه المشكله؟ يعني لو جميله زي حكمة وتبقى موجوده في الشرطه، ايه المشكله؟ يعني المراه يعني ننحي الجمال جانبا ونستعمل قوه المراه من جوه، الصرامه والحزم زي ما الهام قال. اكيد طبعا. كل التحيه لرجال الشرطه ودورهم العظيم اللي احنا يمكن حسيناه وقت فراغ الشرطي في 25 يناير. طبعا. يعني كل التحيه، وكل التحيه ايضا للمراه المصريه. لولا رجال الشرطة الأقوياء ما كناش في الأمن والأمان. أكيد طبعا. اللي احنا موجودين فيه هنا دلوقتي. أكيد. بشكركم، كل سنة وانتم طيبين. حلقة موفقة إن شاء الله. أشكركم، كل سنة وانتم طيبين. مرسي. إلهام وحكمة، أتمنى لكم دايما كل التقدم، ولكل صناع نشرة التاسعة. شكرا. مشاهدينا الكرام، تعالوا نبدأ التاسعة، تفضل.